بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، عقدت القوات المسلحة المصرية الندوة التثقيفية 33، حيث حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على الالتقاء بقادة وضباط وجنود القوات المسلحة. بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا من أجل بقاء وطننا الغالي مصر، وأدار سيادته حوارا مفتوحا مع الحضور استعرض خلاله موقف مصر الثابت والمتوازن من كافة القضايا المختلفة المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجه الدولة المصرية. وأشار السيد الرئيس إلى عمق العلاقات المصرية الخليجية. العلاقات مع الأشقاء العرب من مصر وهي علاقات تاريخية وممتدة عبر تاريخنا كله، وبالتالي الحرص على أن العلاقات دي تبقى مستقرة ومتطورة وتاخد يعني قوة دفع في كل فرصة أو كل مناسبة نقدر نحققها، إحنا بنسعى لكده. سياستنا في مصر هي سياسة انفتاح واعتدال وتوازن شديد مع كل أشقائنا العرب، سواء كنا متفقين أو حتى لو اختلفنا. ده النهج بتاعنا اللي احنا حريصين عليه. هنا في المرحلة دي في الوقت ده لازم أوجه دائما ولا ننسى ان احنا نقدم الشكر والتقدير والاحترام لأشقائنا في الخليج على وقفتهم مع مصر في ظرف من أصعب الظروف اللي مرت بيها في العصر الحديث. وعشان كده بنقول دائما ان أمن الخليج وأمننا هو أمن قومي لينا احنا الاثنين. يعني أمن الخليج لا يتجزأ عن أمننا القومي، ودي مش عبارات احنا بنقولها، لا ده كلام، احنا ده منهج ودي استراتيجية ودي ثوابت السياسة المصرية ما تغيرتش تجاه المنطقة العربية كلها، الدول العربية كلها. وحول قضية سد النهضة وفيما يخص العلاقات المصرية السودانية، أكد السيد الرئيس على طبعا انتوا عارفين ان احنا بيربطنا أواصر عميقة جدا وممتدة جدا عبر التاريخ بامتداد نهر النيل اللي بيمر عبر الأراضي السودانية قبل ما بيجينا. فاحنا حرصين على العلاقة وحرصين على تطويرها وحرصين على أمن واستقرار السودان. السودان بيمر بمرحلة انتقالية مهمة، كل الدعم اللي ممكن نقدمه احنا هنقدمه لأشقائنا حتى يعبروا هذه المرحلة. طب سد النهضة، نهر النيل هو حياتنا وحياة أشقائنا في السودان، وإحنا دايماً بنقول في هذا الموضوع عشان أنا أتصور إن الرسالة اللي ممكن تبقى طلع مننا إن إحنا بنقول إن إحنا عايزين تفاوض يصل بينا إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. بالمناسبة سد النهضة حقق ميزة كبيرة جداً لأشقائنا في أثيوبيا. يعني هو مهما قدم في هذا الموضوع فأشقائنا في أثيوبيا استفادوا ويستفيدوا من هذا الموضوع، وإحنا مش رافضين ده. وشوفوا إحنا دايما كلامنا كلام هادي وما فيش فيه انفعال ولا ادعاء ولا استعداء. ما يجمعنا على نهر النيل أكتر كتير من أي شكل من أشكال أو سبب من أسباب الخلاف، وبالتالي إحنا مصرين على أن إحنا نستمر في تفاوضنا. وتفاوضنا طبعا مش بلا نهاية، لا، تفاوضنا احنا بنتكلم على ان احنا يجب ان يتم التوصل الى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد ويبقى الكل رابح. كما اكد سيادته على الموقف المصري من الملف الليبي. مهم قوي ان انتوا تعرفوا كلكم رغم ان احنا لدينا قوات مسلحة هي تعتبر من اقوى القوات الموجودة في المنطقة، ولكن هو استخدامنا للقوة استخدام دايما متوازن ورشيد ودايما بيهدف إلى حماية أمننا القومي وحدودنا وحماية الاستقرار للدولة المصرية. احنا كنا شايفين ان ممكن الأمور إذا استمرت في ليبيا بهذا الشكل وان احنا ما نوجهش رسالة قوية بأهمية توقف الأنشطة اللي بين الأشقاء في ليبيا، فكنا لابد ان احنا نقول الخط اللي توقفت عليه القوات الغربية والشرقية ده خط لا يجب تجاوزه، لان احنا عايزين نودع
نوجد نهاية للصراع في ليبيا، ونتمنى ان يبقى في نهاية للصراع في كل المناطق اللي في المنطقة عندنا. طب هل النتائج اللي اتحققت طيبة؟ اتصور ان انتم شايفين دلوقتي ان مجلس النواب في ليبيا البرلمان بيناقش الحكومة اللي هتقوم بدور بواسطة دولة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، اللي هو قدم الأسماء ديت للبرلمان للتصديق عليها، واللي هي هتقوم خلال فترة عملها بإعادة يعني ضبط الموقف في ليبيا سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والإعداد للمرحلة الجديدة اللي هي مرحلة الانتخابات تسلم فيها ليبيا إلى قيادة ينتخبها الشعب الليبي بإرادته، ويبقى كده نهاية فصل من الصراع استمر تقريبا 10 سنين ولا أكتر، وبداية فصل آخر إن شاء الله نتمنى لهم فيه التوفيق ونحن معهم، لأن احنا بنعتبر برضو أن ليبيا أمنها القومي من أمننا، استقرارها من استقرارنا. كما استعرض سيادته مختلف الآراء والاستفسارات، مؤكدا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها عازمة على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصري. وإحنا تصدينا الأمر لم يتصدى له أحد. أنا بقول لكم كلام والمسؤولين اللي في الدولة يعلموا كويس قوي أن التصدي لإعادة تنمية الريف المصري كله في 3 سنين بمبلغ قوامه من 500 ل600 مليار جنيه في 3 سنوات عشان نغير حياة الناس ونحسنها، ده أمر ما صدقوني كان مخطط له 10 و15 سنة. الرسالة اللي أنا عايز أقولها من خلالكم لكل المصريين، بمعدلات النمو السكاني ده مش ممكن، صدقوني مش هنقدر. أنت النهاردة بتتكلم على 1 مليون إنسان بيتولدوا وعايزين يتولد لهم فرص عمل، عايزين لهم فرصة عمل كل سنة. طب إزاي هتشغل 1 مليون كل سنة؟ مفيش حل صدقوني في كل الجهود اللي احنا بنعملها دي غير تنظيم النسل في مصر. طب العدد كام؟ الحكومة بتقول 1.6 1.8 1.9، أنا بقول لكم لا، 400 ألف. عايزين تحققوا لشعبكم، لنفسكم، لأولادكم، لوطنكم مستقبل البراق، احنا محتاجين نثبت نمو سكاننا 400 ألف لمدة 10 سنين على الأقل. وفي ختام اللقاء وجه السيد الرئيس التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المرابطين على كل شبر من أرض الوطن. أنا سعيد بلقائكم وسعيد أن أنا تحدثت معكم، شكرين.